بلد يا إمارات. عليت راياتي رحبت وهليت اهلا يا اماراتي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج من الامارات في اخر يوم لاسبوعه الاول على شاشه الشارقه الرياضيه. حياكم الله مشاهدينا مجددا في حلقة اليوم. سنستعرض من عدة مواضيع وأخبار تلخص ما دار في آخر 24 ساعة في عالم الرياضة، والبداية بأبرز العناوين. جائزة الشارقة للأسرة الرياضية تعلن عن أبطال دورتها الثانية. مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة تنطلق غدا. أيام قليلة على انطلاق دورة الشارقة لذوي الإعاقة والبتر 2019. التعادل يحسم نتيجة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية. أعلنت جائزة الشارقة للأسرة الرياضية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي عن أسماء الفائزين من الأسر المشاركة في دورتها الثانية في حفل استضافه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. سيدة تؤمن بأن حضارة الأمم لا تبنى إلا من داخل الأسر، ولا تتقدم إلا بتوجيهات عائل يؤمن بوطن قبل أن يؤمن بدولة. سيدة رأت بأن الانتماء يزرعه رب لأسرة يوحد أبناءه لمجد لا ينسب لذات، بل ينسب لتلك الأرض التي يخطو بأقدامه فوقها. فأشهرت سيدة الفكر المبايعة لكل أسرة تهب أبناءها لمجد رياضي به يحلق علم الألوان الأربعة فوق الصواري، معلنا بأن أمة زايد تعيش نهضتها الرياضية بنفس القدر الذي تعيش به نهضتها الشاملة. راهنت بأن في داخل كل أسرة عشق لوطن، وأن بلورة هذا العشق وإخراجه لحيز الوجود يكون عبر تحفيز لعائل وأبنائه بجلسة على المنصة تثمن ما قدمه وأبنائه لملحمة المجد الرياضي. لم تفرق بين سيدة ورجل، ولا بين سوي ومعاق، بل خصصت المعنى ليشمل كل من هو منتسب لوطن زايد. بكنوز مبادرات جواهر ستعيش الأمة على حلم المجد، وستبقى سيدة الابتسامة جزءا من تاريخ حضارة صانعها هو زايد الأمة. طلال، يمكن هذه الجائزة طبعا هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية، لكن لاحظنا بالأمس كيف فرحت
الأسر المشاركة، حتى مجرد مشاركتهم في هذه الجائزة يعتبر فخر بالنسبة لهم. نعم، احنا شاهدنا يمكن علي في قاعة الجواهر اللي احتضنت حفل تتويج الفائزين يوم أمس في دورتها الثانية، كانت مشاعر فرح بمجرد المشاركة. تخيل حتى العوائل اللي ما فازت في هذه الجائزة قدمت الشكر على المبادرة الجميلة اللي قدمتها إمارة الشارقة في هذه الجائزة النوعية اللي تستهدف الأسر. هذه جائزة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، وبالتأكيد هذا حافز لهذه الأسر. علي، خلينا نشوف لقاءات الفائزين بجائزة الشارقة للأسرة الرياضية واللي أجريناها معهم مساء أمس على هامش حفل توزيع الجوائز. طبعا ما في شك اليوم فوزنا في فئه اسره بطله ذات اعاقه تمثل شيء كبير نحن لنا، بالذات في جائزه مثل جائزه الشارقه الاسر الرياضيه. ندى طبعا هي منتسبه لنادي الثقه من تقريبا 20 سنه الان، وندى ايضا تخرجت من مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه واليوم تعمل في المدينه. ندى تمارس رياضه في النادي بشكل يومي، هي الان في منتخب الامارات للاولمبيات الخاص من اكثر عن 13 سنه، تشارك الحمد لله في 4 بطولات عالميه، شاركت في اثينا وفي الصين وفي امريكا، والبطوله الان الرابعه اللي بتشارك فيها ان شاء الله في العاصمه ابو ظبي بطوله الاولمبيات الخاص. ندى كانت تلعب بوتشي، الحين تلعب بولينج، فالحمد لله الفوز هذا طبعا قبل البطوله الان بشهر بالتاكيد راح يكون ان شاء الله دفعه معنويه كبيره لها. اول شيء طبعا نحب نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر حكوماتنا، وارد واكرر نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه ولي العهد والشيخ جوار بن محمد القاسمي على الدعم الكبير للاسر الاماراتيه صراحه وفي اماره الشارقه. والفوز هذا يعني اليوم ان احنا نضاعف المسؤوليه اكثر ونركز على الرياضه، لان دولتنا وخاصه اماره الشارقه فيها منشات رياضيه مثل ما يقولون جاهزه، فتبغي من الناس الحركة. فاليوم حتى عيالي سعداء، عبد الرحمن موجود وسلطان، والفوز هذا نقول يأكد أن الأسرة الإماراتية صح، ونهج الشيخ الدكتور سلطان 100 على 100. اليوم هذا هو جائزة لكل المواطنين، مش الأروضة لحالها، الأسر كلها تعتبر الإمارات كلها أسرة واحدة، وأي أسرة تفوز في أي مسابقة ولا في أي ترشيح تعتبر أسرة إماراتية تمثل الإمارات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله وايد كنت مستانسة يوم خذيت هالجائزة، لأن يعني أنا يوم خذيت هالجائزة حسيت نفسي أن أنا يعني عندي موهبة، ويعني أنا هالجائزة يوم يعني كأيوم قالوا رضا عيسى السركان وايد أنا وايد كنت مستانسة، وإن شاء الله دائماً. علي، شاهدنا ردة الفعل الجميلة جداً من جانب الأسر اللي فازت بهذه الجائزة. الجميل علي أنه تم فصل حتى بطل عن بطلة، زيادة عدد فئات الجائزة بما يخدم شريحة أكبر، بما يعزز من مكانة الأسرة اللي دائما في إمارة الشارقة لها بعد ثقافي واجتماعي بالإضافة للبعد الرياضي في هذه الجائزة. طبعا بطلال، نحن مثل ما شفنا وياك ردود أفعال أيضا المشاركين في هذه الجائزة، يمكن اليوم هذه الجائزة حافز للأسر الرياضية اللي ما شاركت اليوم، وتشجع الأسر أيضا على تسجيل أبنائهم في الأندية الرياضية ومشاركتهم في الأندية الرياضية. صحيح، ويسعى يمكن دائما لتحقيق إنجازات جميلة في الرياضة الإماراتية. أنا اللي حبيتها فكرة الجائزة علي أنها تستهدف الأسرة، تدفع الأسرة لأنها تشجع أبنائها على ممارسة الرياضة. هذا أيضا لبعد آخر، أنهم تتميزون مش فقط في الجانب الرياضي، حتى في جوانب أخرى. نعم، ثقافيا أو حتى تعليميا. نعم، تنطلق غدا منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، من مواجهتين تجمع الأولى دبا والضفرة على ملعب استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي،
ويلتقي في المباراة الثانية الفجيرة مع الوصل على ملعب استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة. وتستكمل مباريات دور الثمانية بعد غد بإقامة مبارتين تجمع الشارقة مع الإمارات على استاد نادي الفجيرة، في حين ستكون مباراة شباب الأهلي دبي مع النصر على استاد زعبيل بنادي الوصل. بعد غياب طويل تعود منافسات الكأس الغالية للواجهة مجددا من الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. المواجهات الأربعة ستلعب على مدار يومين، حيث ستجمع المباراة الأولى مفاجأة البطولة نادي دبل فجيرة الذي استطاع بلوغ دور الثمانية بسداسية في شباك الوحدة، سيواجه بها الظفرة المتأهل على حساب نادي دبل حصن في دور 16. أما ثاني مباريات الغد سيكون طرفها الوصل والفجيرة الساعيان لإثبات حضورهما في بطولة الكأس بعد هفوات الدوري. متصدر ترتيب دوري المحترفين نادي الشارقة يلاقي الإمارات في مهمة تبدو سهلة على الورق في اللقاء الأول يوم السبت، لتبقى مباراة القمة هي آخر مواجهات الدور ربع النهائي، النصر أمام شباب الأهلي القادم من انتصار مهم على الجزيرة في الدوري، نتيجة قد تعطي الفرسان دفعة معنوية أمام العميد الذي بدأ مبارياته هذا العام بتعادل إيجابي أمام عجمان. إضافة القرعة في هذه المسابقة في أدوارها المتقدمة أضافت نكهة خاصة للمسابقة علي، وجميل بأننا بنشاهد مباريات قمة، مباراة النصر والأهلي بتكون مباراة صعبة على الفريقين، لكن طبيعة مباريات الكاس دائما أن الإثارة فيها حاضرة والنتائج غير متوقعة. نعم أبو طلال، نحن بلا شك نعرف أن الفرق اللي موجودة حاليا في دور ربع النهائي كل الفرق تطمح إلى تحقيق اللقب في هذه النسخة من وفي بطولة تعتبر أغلى البطولات، لكن خلنا نقول بأن هل بتكون الفرق جاهزة لهذا الدور؟ هل بنشاهد الإثارة خاصة من لعبة والجولة الماضية من بداية الدور الثاني؟ نعم. بالنسبة للفرق عموما، في فرق تأثرت بفترة توقف الدوري لمنافسات بطولة كأس آسيا، لكن هناك فرق كانت حاضرة ومستمرة بنفس المنوال عبر معسكراتها. نعم. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر صباح أمس مؤتمرا صحفيا بفندق البيت بقلب الشارقة. وكشفت اللجنة من خلال المؤتمر على برنامج المسيرة السنوية التاسعة التي تنطلق من 23 من فبراير حتى مطلع مارس المقبل لتجوب بفرسانها وفريقها الطبي إمارات الدولة السبع على مدار 7 أيام ابتداء من إمارة الشارقة وختاما بالعاصمة أبوظبي، حيث ستستقبل العيادات الطبية المراجعين يوميا من الساعة 10 وحتى 6 مساء. بطلال، يمكن هذه المبادرات اللي تعتبر صحية ومجتمعية ورياضية، اليوم نحن نشاهد هذه القافلة الوردية تحظى باهتمام ومشاركة الجميع، تتيح الفرصة لجميع النساء بأنهم يجرون الفحوصات بالمجان وزيادة الوعي لأمراض السرطان. نعم علي، بالمناسبة لابد أن ننوه لنقطة مهمة، بما أن الفحوصات الطبية اللي تجريها هذه القافلة والمعنية بمرض خطير جدا وهو مرض سرطان الثدي لا يقتصر فقط على
النساء وإنما أيضا الرجال بإمكانهم عمل هذه الفحوصات. هذه الفحوصات مجانية تقدم للجمهور لساعات طوال على مدار الأيام اللي ذكرناها قبل شوي. وبالمناسبة الفحوصات هذه الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بالتحديد يساعد في خلنا نقول القضاء على هذا المرض مبكرا. لذلك احنا ندعو من خلال شاشتنا شاشة الشارقة الرياضية إلى الاستفادة من هذه المبادرة الجميلة اللي تقدمها سنويا إمارة الشارقة. نعم، نتابع مشاهدينا هذه المقابلات التي أجريت على هامش المؤتمر الصحفي لمسيرة فرسان القافلة الوردية. شرفنا طبعا ويسعدنا ان احنا نكمل هذه مسيره القافله الورديه اللي هي طبعا تكمل او تبدا هذه السنه سنه التاسعه. ووجودنا مع هذه المسيره طبعا يؤكد دورنا المجتمعي ودورنا الثقافي والصحي للمجتمع. وطبعا هذه المبادره اللي هي نحن جميعا سعداء وفخورون في فخورين في هذه المبادره اللي طبعا تحظى بدعم كبير من صاحب السمو حاكم الشارقه وقرينته سمو الشيخ جواهر بن محمد القاسمي. وهذا الدعم طبعا كله الحمد لله رب العالمين في هذه السنين كلها يعني افرز نتائج كبيره من خلال دعم من خلال التوعيه الكبيره في المجتمع وايضا من خلال يعني نشر الثقافه عن هذا المرض. ويمكن تحضرني بعض الإحصائيات في هذا الموضوع أن من خلال الأجندة الوطنية الإحصائيات تقول أن المرض بدأ يقل في نسبة كل 100,000 حالة أصبحت اليوم 25 حالة بعد ما كانت 40 حالة. وهذا طبعا أكيد مساهمات كبيرة من مختلف الجهات ومن ضمنها طبعا جمعية أصدقاء مرضى السرطان وأيضا القافلة الوردية. بداية المسيرة السنة هذه بتكون لمدة 7 أيام، بداية من تاريخ 23 فبراير ولغاية الأول من مارس. بتبدأ من إمارة الشارجة إن شاء الله، حيث بتكون من بين نادي الشارقة للفروسية والسباق وتختمها في واجهة المجازر المائية. وفي نفس المكان بيكون عندنا في واجهة المجازر المائية بتكون في عندنا الفعالية المصاحبة اللي هي ترفيهية للعائلات والأطفال، بتكون بجانب بعد العيادات الطبية اللي بتكون موجودة في الواجهة المائية. العيادة الفعالية هذه بتكون شغالة إن شاء الله من الساعة 10 الصبح ل 8 المساء في تاريخ 23 فبراير. من بعد إمارة الشارجة إن شاء الله بنتوجه إلى عجمان، ومن بعدها بنكون في دبي. في دبي بيكون عندنا بعد في فعالية مصاحبة، بتكون في حي دبي للتصميم عندنا فعالية بعد من الظهر الساعة 2 لغاية 8 المساء. وبيكون في عندنا مسيرة القوارب الوردية اللي بتنطلق من حي دبي للتصميم ولغاية نخلة جميرة. بعدها بنتوجه إن شاء الله لإمارة أم القوين، ومن بعد إمارة أم القوين بنكون في الفجيرة، ومن بعد الفجيرة رأس الخيمة، وبنختم إن شاء الله في العاصمة أبوظبي. أطلقنا اليوم المؤتمر الصحفي لمسيرة فرسان القافلة الوردية في دورتها التاسعة. إن شاء الله راح تكون انطلاقة المسيرة من تاريخ 23 فبراير لغاية الأول من مارس، 7 أيام. بنكون متواجدين يوميا في كل يوم في إمارة من إمارات الدول السبع، نبتدي من مدينة الشارقة ونختم في عاصمة أبوظبي. إن شاء الله راح تكون متواجدة معنا السنة العيادات المتنقلة مثل ما تعودتوا والعيادات الثابتة في أماكن متفرقة في الدولة. تنطلق غدا منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي تحتضنها إمارة الشارقة، حيث يشارك في البطولة 14 دولة تقام منافساتها على مدار 3 أيام.
والحديث أكثر عن البطولة ينضم إلينا الأستاذ عبيد العسم، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. حياك الله أستاذ عبيد. أنا أخوي، إيش حالك؟ خير الله يسلمك. أستاذ عبيد، اليوم يقام المؤتمر الصحفي للبطولة مع تحديد أوزان اللاعبين على أن تنطلق منافساتها غدا، كيف شفتوا الإقبال من المشاركين في هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله البطولة هذه بتكون برعاية سيدي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشكر موصول لمؤسسة الشارقة الإعلامية تعطيتها لهذا الحدث. طبعا بطولة ضربات الكاراتيه هاي تعتبر الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات، ولأول مرة تقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الشارقة، حيث تم التنسيق مع اتحاد الإمارات الكاراتيه لاستضافة هذا الحدث. الحدث الهام بمشاركة تقريبا ما يقارب 200 لاعب ولاعبة يمثلون 10 منتخبات من دول غرب آسيا من أصل 12، وبذلك تعد هذه النسخة من البطولة الأكثر من حيث مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد، مما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الدولة لهذه الدول في بلدنا الحبيب وشعبها الكريم. طبعا تقام الفعاليات على مدى 3 أيام، حيث اليوم الأول هو اليوم إن شاء الله بيكون التسجيل والميزان، والثاني والثالث المنافسات، وبعد هذا إن شاء الله بيكون في حفل تتويج لجميع الفرق الفائزة. نعم أستاذ عبيد، إذا نتكلم عن الدعم اللي يقدم لكم أنتم في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وجميل جدا استقطابه لعدد من الرياضيين في وقت قصير من عمر إنشاء هذا النادي. الحمد لله الدعم سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة ما مقصر، ومجلس الشارقة الرياضي يدعمنا بكل الأشياء اللي نحتاجها. طبعا الآن نادينا يحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى الدولي والمحلي والمختصة بهذه الرياضات اللي هي رياضات دفاع النفس. نحن اليوم نروج عن هذه الرياضة وإخراجها من خانة الرياضات الشهيدة إلا رياضات أصحاب إنجازات إن شاء الله. بإذن الله نشاهد النادي دائما بجهودكم متفوق، وشاهدنا عمل دؤوب في هذا النادي. عبيد العسم، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. إذن النادي جميل جدا أن فيه منتسبين، عدد كبير من المنتسبين في وقت قصير من عمر هذا النادي. علي، نعم أبو طلال، يمكن العمل اللي قاعد يصير في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس هو عمل كبير ويضم عدة ألعاب، الجودو والجوجوتسو والتايكوندو والكاراتيه، يعني أغلب رياضات الدفاع عن النفس. نعم، نتمنى نشاهد هذا النادي منتسبي دائما في مراكز متقدمة. نعم، تعكس الثقة التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقة الحركية والبتر في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة من خلال اختيار الإمارة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019 للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 10 حتى 16 من فبراير الجاري. ثقة الاتحاد الدولي تعكس مشاهدين الكرام المكانة الكبيرة التي وصلت إليها الشارقة على مختلف الأصعدة لتكون هذه الدورة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة محطة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020. ساعات قليلة تفصل الإمارة الباسمة عن الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم، دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019 التي تنطلق اعتبارا من 10 إلى 16 من فبراير الجاري، التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي المحطة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020. ويعد استضافة الشارقة للمرة الثانية لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر انعكاساً للمستوى الفني الرفيع الذي حققته الإمارة وإنجازاتها المتواصلة، ويعزز مكانة الشارقة كوجهة عالمية
لاستضافة أهم الأحداث الرياضية الدولية. ويأتي تنظيم الدورة تزامناً مع استحقاق الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، الذي يجسد دور الإمارة في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع وإنجازاتها، ويؤكد مكانتها الرفيعة على الخريطة العالمية. وقد استعد نادي الثقة للمعاقين لاستضافة الحدث الكبير، وتم تجهيز كافة الملاعب والمرافق التي تستضيف الدورة بصورة تليق باسم ومكانة الإمارة الباسمة في عالم رياضة ذوي الإعاقة الحركية. يسعدنا أن ينضم إلينا في هذا الاستوديو في هذه اللحظات سعادة الدكتور طارق بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، رئيس اللجنة التنفيذية في البطولة. مرحبا بك دكتور، وسعيدين بتواجدك في برنامج من الإمارات. دكتور، جميل جدا أن إمارة الشارقة تستضيف للمرة الثانية هذا الحدث الكبير الضخم وبمشاركة واسعة. جزاكم الله خير، ونحن نتشرف حقيقة نكون اليوم معاكم وحطتكم هذه القناة يعني الرياضية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع ولهاي البطولة كذلك. نعم دكتور، نحن لو بنتحدث عن هذه البطولة طبعا بلا شك إمارة الشارقة اليوم تحظى باهتمام كبير من كبرى المنظمات العالمية في رياضة المعاقين. نعم نعم، بلا شك اليوم هذه البطولة شو تعني اليوم لإمارة الشارقة هذه الاستضافة وهذه الثقة الكبيرة؟ الحمد لله رب العالمين، يعني كل الشكر حقيقة والتقدير لصاحب السمو صاحب الأيادي البيضاء حقيقة دائما وهو نصير المعاقين بدعم لا محدود حقيقة للرياضة عامة في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، وأيضا كذلك لرياضة المعاقين بالذات، يعني هي فئة دائما تحظى برعاية حميمة من حضرة صاحب السمو وأيضا اهتمامه الكبير حقيقة في هذه الفئة، والحمد لله رب العالمين، لأن هذه الفئة حقيقة يمكن دورها كبير في المجتمع، وليس فقط بالنسبة للحراك الرياضي أو النظام الرياضي، ولكن يعني لعبتهم في أو مشاركتهم مع زملائهم سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي أو المستوى العالمي كذلك هو تشجيع، هذا هدف من أهداف النبيلة لصاحب السمو. دكتور، أنا بعود للحديث عن هذه البطولة، لكن قبل هذا برجع لك أنت شخصياً، درجت في مناصب عدة، ارتبطت هذه الشخصية الجميلة بحدث جميل جداً هالعام شهدنا، هو نيل إمارة الشارقة لقب إمارة صديقة للإعاقة الحركية والبتر. خلينا نتحدث دكتور عن السيرة الذاتية، نقدمك مهما قدمناك دكتور للمشاهدين ما راح نوفيك حقك. جزاكم الله خير، يعني أنا أقول الفضل لله سبحانه وتعالى، فضل يعني صاحب السمو حاكم الشارقة، يعني إذا تكلمنا من الجانب الرياضي للمعاقين هو اختياره كان في محله، يعني وجودي أنا في هذا المنصب في هذا المكان في هذا المنصب الدولي أيضا يعني كان فضل الله فضله هو صاحب السمو. في 2007 كان اختياره أن أكون أنا رئيس نادي الثقة المعاقين، وكانت عندي خلفية بسيطة جدا أني أنا يعني للمعاقين، ولكنه الشهر الأول والشهر الثاني كانت شوي عندي يعني نوع من عدم قبولي أو ما يعني ما تأقلمت معاهم، ولكن بعد الشهر الثاني بدايته نهايته أحس أن حبهم وشغفهم أن كل ما ألتقي معاهم ويلتقون معي كأني أنا أخوهم الأكبر، فهذا خلاني يعني أتعلق في ممارستي النشاط الرياضي معهم. طبعا أنا كنت لاعب كرة سلة سابقا في نادي الشارقة، وأنا من محبين الرياضة ومشترك من يعني من نهاية السبعينيات ولغاية يعني متوسط الثمانينيات، أيضا دوري أيضا في اتحاد نائب رئيس الاتحاد المعاقين، أيضا دوري كذلك في الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، كانت 2008 أول مرة أدخل
شوف يعني الله سبحانه وتعالى يعني حب صاحب السمو لنا ونظرته، دخلت من في مجال الرياضة، ومن ثم كانت انتخابات كانت في اعتقد كانت بطولة في كوالالمبور، ومن ثم في بنغلور. فأول ما دخلت هو أول مرة عربي يدخل في اتحاد الدولي الكراسي المتحركة والبتر هو طارق الخادم، انتخبوني فيها. أنا كنت مرشح دولة الإمارات والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الفترة اللي بعدها قمنا حقيقة يعني نعمل كثير ونجتهد كثير في بالنسبة لي للمعاقين داخل اتحادنا دولة الإمارات، ندعم الأندية، نتساعد من الأندية، وهذه توصية حقيقة من صاحب السمو أن الدعم اللامحدود لأبناء المعاقين ليس في الإمارة ولكن أيضا في على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى على المستوى الخليجي، يعني بطولاتنا واستمراريتها، وهذا يعني خلى دولة الإمارات يعني خلينا نقول يعني مثل العلم بالنسبة للدول الخليجية الأخرى أن تقدم كثير هذا يعني. وأيضا عندنا أيضا وكلوني في حكومة الشارقة أن رئيس اللجنة الموظفي الحكومة يعني للرياضية، فهذا بعد أحد الأشياء اللي دورنا فيها. عندي جوانب أخرى حقيقة، لجان كثيرة، منها أنا حقيقة يمكن في سنة أنا خريج 84 و 86 عفوا، واشتغلت في بلدية الشارقة من 86، كنت رئيس قسم المشتريات ومن ثم شؤون الموظفين، قضيت في بلدية الشارقة وهذه مدرسة كانت لي 13 سنة. قبلها كان يعني ليه مجال فيه مصرف أو بنك الشارقة، وهذا أنا أقول يعني 6 شهور، وأنا أقول حق حتى الباحثين القطاع الخاص قطاع مهم جدا، لأن تعلمت حقيقة من القطاع الخاص، وهذا يمكن فضل الله سبحانه وتعالى وخلى نجاح لي في المجال الإداري والمالي والاقتصادي هو متعلمي من المهارات الاقتصادية في البنك يعني. ولكن ما استمريت، انتقلت إلى داخل إدارة تخطيط المساحة 8 سنوات تقريبا، كنت مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتعويضات، وحقيقة كانت يعني فترة قفزة لإمارة الشارقة بالنسبة للتخطيط المساحة، كان يعني يمكن يعني في التعويضات يعني بتوجيهات صاحب السمو تعويض يعني وصل التعويضات في فترة 750 مليون درهم لأبناء الشارقة يعني المناطق القديمة. أيضا كان أنا كنت رئيس اللجنة التخطيط الحضري 8 سنوات في إدارة التخطيط المساحة، وكان اللي هو اللي يعني المؤتمر العلمي اللي هو حقيقة في إمارة الشارقة الوحيد بهذا المستوى. أيضا بعدها انتقلنا في 2005-2006، كنت في مدير دائرة في الرقابة الإدارية، ومن ثم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، ومن ثم أيضا في 2010 صرت عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الموارد البشرية. وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل ثقة حكومتنا في طارق الخادم. سيرة حافلة. نعم. دكتور، بالنسبة للاستضافة، نعود للاستضافة ما بين 2011 و2019، شو هي الفروقات دكتور؟ تقصد البطولة العالمية؟ البطولة العالمية لذوي الإعاقة الحركية. يعني نحن نقول يعني سبحان الله هذه البطولة يمكن البطولة الثانية، ويمكن هي كلها غمضة عين يعني من 2011 إلى الآن يعني سنوات، ولكنها كانت بطولة 2011 أول مرة في المستوى الوطن العربي بطولة يحضرها 1100 معاق في إمارة الشارقة، وكانت حقيقة بطولة كبيرة، بطولة يعني لها دور يعني المناسبات كانت فيها الدور حقيقة، والدعم لا محدود حصلناه من صاحب السمو وأيضا من ولي العهد الله يحفظه، كذلك المجلس التنفيذي من رؤساء الدوائر، يعني تكاتفت الأيادي كلها بنجاح هذه البطولة، وكانت يمكن مميزة. إلى اليوم يعني الاتحاد الدولي يثني ويقول متى بنسوي بطولة في إمارة الشارقة. كانت طبعا تختلف الألعاب، تختلف العدد، يختلف. السنة هذه تقريبا كانت 49 دولة سابقا، السنة وصلوا إلى 50 دولة. أنتم تعرفون نظام الاقتصاد العالمي أصبح الآن شوية يعني فيه يعني قليل، ولكنها مشاركات الدول تتسابق أيضا لإمارة الشارقة. 2019 راح تختلف طبعا، 50 دولة، عدد المشاركين تقريبا
1400 مشارك والحمد لله فضل من الله. أيضا شاركنا جميع اللجان والفئات الموجودة في إمارة الشارقة أن تتكاتف وتعطي دور أكبر حقيقة لإبراز إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية في المحفل العربي. نعم. شكرا لك دكتور على تواجدك ويانا، ونتمنى لكم التوفيق، وبنطلع وياكم مشاهدين الكرام لهذا الفاصل ولا نعوده. عودة إليكم مجددا مشاهدينا، وعودة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور طارق بن خادم نائب رئيس اللجنة المنظمة لدولية لبطولة الشارقة الدولية العالمية للإعاقة الحركية والبتر، أيضا رئيس اللجنة التنفيذية. دكتور، كنا نتحدث عن الحراك الرياضي اللي تشهد الساحة الرياضية في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة في هذه اللحظة، شو هي دلالاته؟ والله الحمد لله رب العالمين. أنا يعني من توقعاتي في هذا الجانب يعني الدعم لا محدود من القيادة الرشيدة على مستوى الدولة وإمارة الشارقة بالأخص، حقيقة أنه يعني تبرز في الجانب الرياضي. فالحمد لله يمكن المرة الماضية يمكن كانت مدينة الشارقة أيضا مستضيفة البطولة الأسيوية في على استاد الشارقة، وكان دولة الإمارات، والحمد لله يعني نحن وصلنا لل يعني النتائج هذه للدور الرابع أو الدور قبل النهائي، فكان هذا ايضا يعني شرف لنا، شرف لدوله الامارات على ان نكون معاهم. ايضا هناك بطوله عالميه للمعاقين في الفتره القادمه ان شاء الله في شهر 2، ايضا راح يكون بعدها على طول راح تكون بطوله دوليه، يعني راح تنتهي الشهر تاريخ 16/2، راح يكون فيها راحه يوم واحد، 17/18 راح يكون الملتقى الدولي، وهذا ايضا الملتقى الدولي راح يكون فيه من 300 الى 450 للألعاب القوى، يعني كلهم على المضمار، رفع الرمي القلة والسهم، وكذلك راح يكون الكراسي المتحركة. أيضا راح يكون عندنا بطولة أخرى، بطولة فزاع في دبي، أيضا راح تكون أيضا مناسبات بطولة عالمية في نفس الفترة تقريبا لرفعات القوى، وراح يحضرون تقريبا 700 لاعب في دبي ولاعبة. أيضا راح يكون عندنا بعدها في شهر 3 راح يكون أيضا إمارة الشارقة مضيفة للأولمبيات الخاصة اللي هم متلازمة داون، والحمد لله رب العالمين الدعم لا محدود حقيقة من صاحب السمو المشاركة في لهذه البطولة وهذه المناسبة، والعدد راح يكون عندنا يعني ما يعادل 1750 زائد المعاونين معاهم راح يكون تقريبا 2150 شخص، إضافة على وجود هذا العدد الكبير في دولة الإمارات في عاصمتنا الحبيبة إمارة دبي أبو ظبي، راح يكون كلهم تقريبا ما يعادل 7500 إلى العدد 8000 اللي هم من في الأولمبيات الخاصة، وراح يكون هذا أيضا دور كبير لإمارة الشارقة. وأيضا راح تكون عندنا بطولة أخرى في شهر 9 في مدينة الحبيبة والخورفكان، وراح يكون أيضا للمعاقين، أيضا راح تكون بطولة عالمية أخرى 129 دولة راح تكون أيضا في إمارة دبي، وراح يكون للمعاقين كذلك. فهذا كله طبعا راح يكون الدعم لا محدود، دورنا ايضا مشاركه زملائنا في دبي، زملائنا في نادي خرفكان كذلك، هذا حراك رياضي كبير، والحمد لله نحن نقول يعني حصه او دور للانديه المعاقين او اتحاد المعاقين في هذا الجانب اكبر، والحمد لله راح يكون ان شاء الله له دور كبير لفئات المجتمع ومشاركه ابنائنا وبناتنا حقيقه المعاقين في هذه المناسبه. نعم. دكتور خلني أسألك، شو اللي بتضيفه للاعبين المعاقين هذه البطولة؟ نحن نقول الحمد لله رب العالمين، مشاركة اللاعب ووجود اللاعب ووجود حتى لو ما كان لاعب، وجوده في هذا الاستاد في هذا المضمار في هذا النادي ويرى حقيقة يعني الزملاء كبار والأعداد كبيرة من المعاقين الدوليين والعالميين، هذا روح تشجيع له.
تشجيع هدف إنشاء الأندية المعاقين أن دمج المعاق في المجتمع، وهذا دمج. طبعاً إحنا الفترة القادمة عندنا بطولة يعني أولمبيات اليابان، وهذا كل أبنائنا تحقيق أرقام قياسية خلال الفترة القادمة، والرقم البسيط على المضمار أنت تعرف أن هذا مضمار نادي الثقة يعني كلف يعني لا يقل عن 4 مليون درهم بس المضمار، والكل السابق أن يعني على هذا المضمار مدينة الشارقة. حتى اللي يونا من دول خارجية يشهدون بالإمكانيات والقدرات لهذا المضمار، وأيضاً الأرضية الجميلة جداً. هذا فضل من الله وفضل يعني دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، نصير معاقين في هذا الجانب. دكتور نبغي منك كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء للقائمين معاكم على هذه البطولة، للاعبين المشاركين فيها أيضاً. نحن نتمنى لهم التوفيق ونشكرهم حقيقة ونقول لهم الله يوفقهم ويوفق الجميع، لكن كلمتي حقيقة أنا لكافة المشاركين. اليوم هذا المعاق محتاج الدعم، الإعلام محتاج أهله، يعني كل شارك معانا التطوع، أن ندخل في التطوع في هذه البطولة العالمية في كل المناسبات خاصة المعاقين، وجودهم مع يعني زملائهم، وجودهم في الـ في الـ في الـ الأستاذ موجود في نادي الثقة المعاقين، هذا بدعم لهم. نحن نتمنى من كل يحضر هذه المناسبة. نتمنى لكم التوفيق في هذه البطولة. شكرا لك لحضورك الدكتور. شكرا لك. إذا مشاهدينا ننتقل إلى الموضوع الآخر، كلاسيكو الأرض في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ينتهي بالتعادل الإيجابي، نشاهد. من الصعب الحديث عن العدالة في كرة القدم، أتيحت لنا الفرص خاصة في الشوط الأول وأيضا في الجزء الأخير من اللقاء، كان باستطاعتنا التسجيل. المباراة كانت جميلة ليلة وشاهدنا الكثير من المواهب في أرضية الملعب، وكانت مباراة رائعة للجماهير. أعتقد أن الهدف الأول للريال رسم ملامح المباراة، لأنه جاء في وقت مبكر. امتلك الريال الكرة كثيرا، نحن لم نقدر الحصول عليها، لكن مثل هذه الأمور تحصل أحيانا. بعدها تحسن فريقنا وأتيحت لنا الفرص للتسجيل، وكان الفوز ممكنا للفريقين. بطلال، أتوقع كانت مباراة جدا مثيرة، يعني يمكن غاب ميسي في أغلب دقائقها، يعني يمكن صراحة أنا شخصيا كنت أبغى أتابع المباراة، بس يوم شفت ميسي جالس في الدكة قلت أسير أرقد. بالمناسبة بمجرد أن ميسي قام بعملية الإحماء سجل برشلونة هدف التعادل. بالمناسبة يعني المباراة كانت جميلة جدا ومثيرة في تفاصيلها، لكن طبعا ما حسمت بشكل نهائي الإياب في البرنابيو بتاريخ 27 فبراير، بالطبع بتكون مباراة منتظرة، لكن ما عرفنا ميولك للحين علي. انت شو ميولك؟ احنا نخفيها الميول اللي بعد هذا البرنامج. انتقل مشاهدينا الى جولة الاخبار العالمية، وبالطبع تصدرت مباراة الكلاسيكو بالامس بين ريال مدريد وبرشلونة عناوين الصحف العالمية وقنوات النقل التلفزيونية لأهمية لقاء الناديين، حيث سيطرت نتيجة التعادل على قمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الكلاسيكو على أرضية ملعب كامب نو. وسجل ريال مدريد وبرشلونة هدفا واحدا في المباراة ليكتفي كل منهما بالتعادل في اللقاء الذي شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أغلب دقائقه. وللحديث أكثر عن كلاسيكو الأرض ينضم إلينا الناقد الرياضي سامي عبد الإمام. مرحبا بك بالبتول ويا أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ خالي، مرحبا بك وأستاذ علي وجميع المتابعين للبرنامج. يا أهلا وسهلا بك. أنا صراحة كل المتفائلين في ريال مدريد كان يتوقع خسارة الريال قياسا على الظروف اللي مر فيها، لكن قدم أداء جيد في الكامب نو، لماذا هذا التشاؤم من وضعية ريال مدريد؟ صحيح، هم كانوا يقيسون على أداء المدرب سولاري في بقية المباريات ويعكسون هذا الأداء على يعني ما يمكن أن يحدث في هذه المباراة، لكن تناسوا أو نسوا أو تناسوا أن الكلاسيكو ظروفها غير. هو الكلاسيكو بالضبط ظروفها غير، وأحيانا حسابات
تختلف، الصخب يختلف. نعم رغم أنه هي كانت في كامب نو، لكن شفنا أنه لاعبين ريال مدريد وبعضهم صغار السن نجحوا في أن يكونوا بمستوى المباراة وأن يحرجون برشلونة في فترات طويلة من المباراة، مستغلين حقيقة غياب، يعني غياب الهوية. الهوية هذه اللي أصبحت إلى حد كبير مرتبطة بميسي ومدى فعالية ميسي، وشفنا ميسي شارك في الشوط الثاني، لكن واضح أنه هو ليس في أفضل الحالات البدنية، لذلك كان قرار إشراكه. لكن حقيقة مباراة أمس الكلاسيكو يمكن من المرات النادرة اللي نشوف كلاسيكو ولا نعتبره كلاسيكو، يعني مباراة كأنه أنت تشوف إشبيلية يلعب مع سلتا فيغو، ولا تشوف فريق. شو السبب برأيك بالبطول؟ الغياب التحفيز أو غياب الـ الأسماء الكبيرة. احنا تعودنا نشوف الكلاسيكو فيها مواجهات بين مدربين كبيرين، تكون مواجهة بين ميسي ورونالدو، تكون مواجهة بين سواريز وراموس أو شيء. هذه الأمور كلها البارحة افتقدناها. المباراة كانت يعني جيدة تكتيكيا في رأيي، المدربين كل واحد يعني أثبت أنه قادر على أن يوظف لاعبي التوظيف الصح، لكن ما فيها أجواء الكلاسيكو، ما فيها الثنائيات التنافسية. بداية بتصريحات رئيس ريال مدريد وتصريحات رئيس برشلونة اللي كانت تسبق عادة المباراة الكلاسيكو، بداية مرورا بتصريحات كلا المدربين وتسخين الأجواء، وميسي والصحافة تشتغل على إحصائيات ميسي ومقارنة برونالدو وإحصائيات رونالدو ومقارنة ميسي، هذه كلها افتقدناها أمس. نعم كانت مباراة جيدة لكن بلا بلا طعم، بلا طعم الكلاسيكو، بلا بهارات الكلاسيكو. نعم بالبطول التعادل في صالح ريال مدريد، لكن تبقى هناك مباراة الإياب اللي بتكون على ملعب سانتياغو برنابيو. صح، هو كل شيء وارد. احنا شفنا يمكن حتى برشلونة لما خسر في الكأس امام اشبيليا خسر 2-0 والمدرب ما أشرك ميسي في وقتها. المباراة أقيمت الإياب أقيمت من كم يوم، لما لعبوا في أشبيلية فاز أشبيلية 2-0 وميسي ما شارك. شفنا الإياب، الجميع توقع أن تكون مباراة صعبة على برشلونة، كيف هو متأخر بمباراة الذهاب 2-0. شفنا سجل 6 أهداف. صح نعم، قد لا يستطيع أن يسجل 6 أهداف على ريال مدريد، خصوصا مع المستوى اللي قدمه نافاس في المباراة أو مهما كان الحارس والدفاع الموجود، لكن هذا القدرة على العودة تنبئ أنه برشلونة قادر. رغم المباراة تصير في ريال مدريد طبعا، لكن برشلونة عودنا أن حتى في ملعب مدريد يسجل نتائج كبيرة. صحيح. وهذا مرهون طبعا بمدى جاهزية الفنية البدنية الذهنية لميسي وقدرته على المشاركة من بداية المباراة وتحفيز اللاعبين وكل هاي الأمور. بالبطول أنا مستغرب من نقطة في ريال مدريد، يقاتل على لاعب مثل هازارد طول فترة الانتقالات مع رحيل رونالدو، حتى ولو لم يكن مؤثر في بعض مباريات الكلاسيكو، لكن رونالدو يبقى رونالدو. كما ذكرت الإحصائيات المقارنات، كنا نشعر بالإثارة لمباراة الكلاسيكو اللي فقدها بشكل كبير في مباراة يوم أمس. هو كل شيء في الحياة موجود، الشيء وموجود الند أو الضد أو الند، موجود الخير وموجود الشر، موجود النور وموجود الليل والنهار، موجود المخاطرة وبالمقابل موجود البهجة لما تنتصر بعد تحديات كبيرة. كل شيء إلى مضادة، اللي مثل ما يقولون في الفيزياء يعاكس في المقدار، يعاكس في الاتجاه ويساويه في المقدار. ما حصل أنه ميسي ورونالدو، يعني هل هي مصادفات، هل هي صناعة، هل هي أنه وجدوا في زمان واحد وفي مكانين بحيث كان كل واحد منهم ند للآخر.
بنفس القيمة. نعم الإمكانيات تختلف، نوعية الجودة اللي يمتلك هذا اللاعب تختلف عن نوعية الجودة اللي يمتلكها اللاعب الآخر، نقاط قوة كل واحد منهم تختلف عن نقاط قوة الآخر، لكن كلاهما كلاعب متكامل ند للآخر، وهذا ساهم حتى في تطوير كرة القدم، يعني على مستوى التفكير في كيفية استقطاب اللاعبين، في صناعة اللاعبين. يعني جاء بنيمار في وقته، ونيمار لاعب موهوب وكذا، لكن لم يستطيعوا أن يعملوا نيمار ند لا لكريستيانو رونالدو ولا لأي لاعب آخر، لأنه هو مختلف. بالبتول أنا أعتذر على هذه المقاطعة، لكن الحديث معك شيق، وشكرا لك على هذه المداخلة. شكرا. رحلتنا مع الصحافة العالمية من إسبانيا مستمرة، حيث قيم مساء أمس هذا الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وعنونت صحيفة ماركا: في الهواء توزعت القوى في تعادل عادل بالكلاسيكو. افتتح لوكاس فاسكيز التسجيل للريال، وتعادل مالكوم للبرشا. فينيسيوس نفاذه لكنه متسرع جدا. البرنابيو يحسم الأمور في 27. أما صحيفة سبورت الموالية للبرشا فعنونت: أخيراً نهائي الكأس في البرنابيو، في إشارة إلى مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام في برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن مالكوم استطاع بهدف التعادل تحويل الحسم لمباراة الإياب بعد التعادل المثير الذي اقتنصه من معقل الكامب نو. علي ريال مدريد ولا برشلونة؟ أتمناها للبرشا. نعم بانت الميول الحين. وأنت لمنو تتمناها؟ معك. إلى هنا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من الإمارات. نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضيع أجدد. دمتم في أمان الله وحفظه.